بقول لك يا زميلي تعال. أمرني. أنا أمشيك. الله يكرمك. بس ليه طلب سؤال أنا؟ إيه طلب إيه؟ سؤال أنا. أؤمن عادي. سيبها وخد عرقها. لا يابا خدها بعرقها يابا ما يغلاش. بعرقها؟ ما يغلاش عليك. اخلص! عرقها ده أنضف منك! من المجنونة. أنا آسف جدا. أنا مش عارف عملت كده إزاي. إيديا أنت هتف هتف علي تف تف علي هتعمل إيه؟ على الطلاق لا تموت ياض النهاردة. طب خليها تف. على الطلاق لا أقتلك. على الله أعلم. حد ليه يشوف حاجة؟ طب حد شاف شوقي حامد؟ راح مشوار وراجع يا معلم. لما يرجع قولوا له المعلم منعم عايزك. يا معلم منعم! في ايه يا ولا؟ انا هاني حامد اخو شوقي حامد وجايين لك من طرف الست صباح. صباح العيقة؟ الايه؟ العيقة. جايز. هي عيقة. سيبوهم. يرضيك يا سيد المعلمين يتكتروا علينا ويلونوا على حريمنا ونقف ساكتين من غير ما ناخد حقنا؟ انتوا جايين تضربونا هنا يالا؟ انت جاي تضربنا هنا يالا في منطقتنا؟ انت واكل ايه؟ والله يا لحم بطني من الصبح. ده انت ولعك زخانة بحالها. خد يا شيبة. يا معلم روح تعيش. فينو ولا كايزر يا معلم؟ فينو فينو. ماشي يا معلم. أنا حييتك من تاني. استغفر الله العظيم. معلم أنا اللي كنت بتضرب. أنا حييتك من تاني. استغفر الله العظيم يا رب. الجراحة حلوة مفيش كلام. بس أخد الحق صنعة. واللي أنت عملته ده مفيش فيه أي صنعة. دي دخلت إنك لميت وإنهم لميتون. واضح يا معلم إنك متأثر بالفيلم ده قوي. فيلم إيه؟ فيلم إيه؟ مش بعدين. معاك سجاير؟ ما أنت بتشرب معاه السلاوي يا معلم. أنت مالك؟ صح صح صح. اتفضل سيجارة يا معلم. هات العلبة كلها. حط السيجارة. انت فديت نفسك بالعلبة دي. ده لو ادينا له كيس شيبسي شوفوا هيعمل معانا ايه. انا هشغلك معايا. ماشي بس انا مش بطولي. ايه فورياجي؟ مش اهواج انا. والنبي يا معلم فكك بس من الفيلم ده لحظة. وطالبين منك خدمة. احنا عايزينك تجيب لنا حرامي من عندك عشان لما مؤاخذة كده عايزين نعمل عملية. ما الحتة كلها حرامية. لا ما احنا عايزينك انت يا معلم اللي ترشح لنا حد. ما اقدرش يا بنتي كلهم معزه واحده كلهم اولادي. احنا قصدنا اننا عايزين حد يكون تراست وورثي. ها يعني حد تكون بتضمنه. بس اضمن مين؟ دول كلهم حراميه. انتوا تروحوا على القهوه تفرزوا اللي تفرزوه وتختاروا اللي تختاروه. احنا نروح نعمل اوديشن للحراميه. اوكي ولو حصل حاجه قولوا يا معلم منعم. دي معلم منعم دي زي جزر يعني. دي التعويذه. نيلي ده طلع خارق. واو اتكلوا انت على الله. ماشي باي. يا معلم خد العيش اهو. انت سبتهم يمشوا؟ احنا كده بنتف في عبينا. بلاش قرب بقى يا ولا. لو عندك علبه ايس كريم في الفريزر والنور قطع تاكله هو سايح ولا تستنى اما النور يرجع والايس كريم يتجمد وتاكله؟ طب ما نجيب واحد جديد اسهل يا معلم. وكتر مصاريف كتر مصاريف ولا.
نعدي من هنا؟ اه وطي اهبل اوعى بقرف مش كفايه اللي احنا فيه I love the place اكيد هنا في عرس كتير هو ينفع نتصور هنا؟ اه ما معاك الكاميرا تصورك هنا اشربوا يا سيف يا معلم منعم يا معلم منعم بس يا سيف ده القهوجي امال لابس كده ليه الله يكرمك عايزه واحد شاي حاضر شاي خفيف سكر زياده على عيني انا اكيد مش هشرب حاجه عندكم مش انت لما بتغسل الكوبايات تغسلهم بالميه كده وخلاص مظبوط شكرا انا مش عايزه حاجه ماشي في عصير فريش لا ما عندناش عصاير انما في شاي وقهوه وحشيش وبانجو وبرشام على كل نوع طلباتكم طب هات لي شاي وبرشامه بنادول قصدك ترامادول يا استاذ لا هات لي شاي وخلاص حاضر يا استاذ معلم معلش سك بقى الشاي ورسل حجرين حشيش على بانجو من عناية سكالانس حاضر هما بيبيعوا دراجز هنا عادي كده اه ليجل انا ما اعرفش انا توعتكم ازاي وجيت المكان ده عشان دلدول ودي الجيت اسكت بقى خلينا نشوف هنختار مين ها شايفين الراجل اللي هناك ده شكله كده خطر قوي هو كان خطر بس بيتهيألي ان التاني ده اخطر منه اخطر منه انت ما شفتش عمل في الفحل ايه امال هيعمل فينا احنا ايه بصوا بقى ايه رايكم في الكيوتا ده ده عجوز قوي يا سيف ما هو ده قديم خبره الدهن في الدوالي ده احنا ناخده نعالجه مش نخليه يسرق لنا بس انا لقيته شايفين الهادي الغامض اللي قاعد هناك دهوت شكله احسن واحد يتكتك لنا ياد ده مخبر ياد ايه الظن ده عرفت منين انه مخبر اهو لبسه عامل زي الافلام الابيض واسود انت ما شفتش شروق وغروب شفت شروق بس ما تعيطش ياد ما فيش حراميه يا جدعان يعيطوا هظبطهولك دلوقتي يا عم رضا اهلا اهلا ايه وسهلا ايه بتشك الواد في دراعه ليه يا عم رضا عيل قليل ادب ماسك مانتو عمال يثبت العيال في الحاره ما يثبت العيال في الحاره ما بيتضرب عشان يبقى مجرم قد الداني وبعدين تعرف الواد ده تبع مين ده تبع المعلم سلطان يعني مش هيحل لان الواد ده من تلامذته وكان بيعمل الهوم وورك على العموم احنا خدامين المعلم سلطان وعياله معلش يا حبيبي عندي دي لمؤاخذه حلاوتك يا اخويا ونعمل بيها ان شاء الله لمؤاخذه دي نصرفها من انا جزخانه خلاص يا ست الستات شوفي ايه اللي يخلصك وانا خدامك هات 100 جنيه 100 جنيه ليه هو قال لي ليه مش عشان نعالج الواد ايش مكركرون على شاش على جاز على زفت على دماغ بس 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 ال 100 جنيه يا ست الكل وما تزعليش روحك هات وما تبقاش تعملها تاني على عيني تعالى اهو خد يا 20 جنيه اديها لامك وسلم عليه 20 جنيه بس ده انت لسه لازع الراجل في 100 انت مالك يا ابن اصحاب شاب بدل ما كشملك في وشك امشي يالا طب ودي اللي هوريك والله لو قلنا ما تشب شابلي والمصحف اللي ركبها لك في ورقك امشي يالا بابا بابا هي دي اللي هتسرق لنا المتحف دي بنت طب وماله البنت دلوقتي بقت مدرسه بقت محامية بقت دكتورة مهندسة ديلر كلام ده يا ما تقوليه في الستات ما يعرفوش يكذبوا مع مفيدة شيحة واصحابها دول يا جماعة بس هي مهما كان هي بنت انت ليه كده بتقول على البنات ان هم حاجة قليلة ما انا قدامك بنت اهو اكتر واحدة في مصر عندي فولورز على الانستغرام ابقى ناجحة ولا مش ناجحة يا ستي مش قصدي ومش وقت حقوق مرأة انا بتكلم ان الست تخينة تخينة هنيجي نقرب بالعقد تيجي تتزقر في اي حتة ضيقة ومش عارف نقرب على فكرة مش مشكلة خالص
انا شفت ناس كتير قوي بتقتل جوزهم وبتاكل اطفالهم وهم كلابيز عادي. انت مش بتشوف صبايا الخير؟ لا بشوف ذا فويس. خلاص تعالوا يا جماعه تعالوا نروح لها. انا اصلا شاكك ان دي بنت وشكله هيطلع ابراهيم نصر. لا لا ما بعملش مقالب سوري. خلاص ما تزعش يا عم سيف. يلا يلا نروح. هات لي شيشه يا ابني. هاي السلام عليكم. اتفضل. ممكن بس ناخد من وقتك كده خمس دقايق؟ اقعدي يا اختي. احنا هنقضيها نظرات ولا ايه؟ خلاصوا. اصل احنا معجبين. هو يعني لا مؤاخذة بس حضرتك ولا حضرتك؟ يوبا حضرتك وحضرتك وهنقعد بقى نستظرف. يا جدعان حضرتك والنعمة بيتي بيت. بيتي بيت؟ أنا برضو بشبه صح؟ صح. قصدك على البت سميرة بيرة اللي في فيلم الفرح؟ بصي حضرتك الشخصية دي أصلا مقتبسة مني. يعني عارفة دنيا سمير غانم الكتكوتة العسولة دي جت قعدت مكان حضرتك هنا. أنا بقى شربتها الكاركتر لما أقنته. والله والله يا جدعان ما تفكرناش بقى بالحاجات الحلوة دي وتطلعوا البت اللي جوايا. أكيد في حاجات تانية جواكي غير البت اللي جواكي أكيد. طب هو حضرتك حرامية؟ حرامية ايه يا قبلة؟ تفهم من بقك. انا مش حرامية. انا ما مديش ايدي في جيب حد. امال ايه بس؟ لا انا هجامة. الله وهجامة في نادي ايه بقى؟ انا اعرف كل المهاجمات وبتفرج على الكرة النسائية. لا انا مش هجامة في فريق كرة. انا اسرق منزل اطفش خزنة كده يعني. تسرقي متحف؟ اسرق متحف. اسرق متحف؟ لو عايز اقتل اعمل ايه؟ تخنق في الاول واد اسمر. يا نهار احمر يا نهار اسود. ما تخلصوني يا جدعان. متحف ايه يا قبلة اللي عايزانا نسرقه؟ ده متحف المجوهرات الملكية. أصل جدتي عندها عقد هناك ونفسها تلبسه قبل ما تموت. لا حول الله يا رب. لا ألف سلامة عليها. بس المتحف ده قبل زمانه تلاقيه دلوقتي يعني بصي لا باش بقى وتلاقيه كله أجهزة إنذارات وكلاب حراسة. ده تلاقيه الحكومة مدروزة هناك. مدروزة؟ أكيد مفيش حاجة صعبة على حضرتك. احنا سألنا عليكي وترقصنا. اتقصنا. Whatever. You're the perfect one for this mission. انت عايزة ايه؟ يعني انت احسن واحده. قصدي يعني انت عمهم في الحرمية. لا اذا كان عمهم بقى وانتوا جايين على السمعه انا ما رجعكوش ابدا مكسورين الخاطر. بس بصوا من الاخر العمليه دي هتتكلف كتير. اطلبي اللي انت عايزاه في الفلوس ما يهمكيش خالص. هو ايه اللي اطلبي اللي انت عايزة؟ هو انت هتدفع من جيبك؟ وانت مالك انت؟ على فكره انا اللي هدفع. ما انا خايف على فلوسك يا ابني. معلش يا معلمه لازم نتفق. هتاخدي مننا كام؟ بصوا انا والثلاثه واللي بتاع هتاخدوا فاتوره ضريبيه. فاتوره ضريبيه؟ هو انت هتجيب لنا هجامين من سمير وعلي؟ مش عشان راسه ما تيجي تجرد في اخر السنه ما تقولش ان انا كروتك. خدها بتنفع بتنفع. ماشي ماشي. يبقى كده 20,000 بلبل. البلبل يعني كام بالمصري؟ لا مش كتير. 20,000 جنيه دول؟ لا مش كتير. بص يا ابله احنا بقى لو هنقعد بقى ننهد ونفصل من اولها العمليه دي هتتفقر. من الاخر كده العمليه دي فيها ثلاثة كل واحد هياخد 5,000 جنيه وانا 5,000 زيهم. يبقى كده يا دوبك. وانا اصلا كرمكوا عشان انتوا شباب صغننين. طب يا معلمه ما ينفعش ما نجيبش حد خالص وانت اللي تقومي بالمهمه كلها؟ والله وانا بقى مستنياك انت بقى يا فاتك بقى ناور تيجي تقول لي ايه اللي اعمله وايه اللي ما اعملوش. اصلا العمليه دي توبها اربعه. انا عاملاها لكم بثلاثه عشان خاطركم. يعني انا كرمك من غير ما تيجي تقول لي كرميني. شكرا. طيب انا عندي حل يا معلم. دلوقتي احنا قدامك اربعه اهو. ممكن احنا نقوم بالعمليه معاكي والناس دي مش هتاخد فلوس وانا هاخد 3,000 بس. انت عبيط يا لا؟ انت عايز نسرق؟ انت مجنون ولا حرامي؟ انت اهبل ياض يعني ولا ايه؟ وبعدين ياض مالك سخننا على السرقه كده؟ خلاص يا جماعه حقكم عليا انا غلطان. يلا ادفعوا لها فلوس بقى. مش انت بتقولي في رابع المفروض يجي؟ اه هاتيه يا معلمه. خلاص يبقى كده 25,000 جنيه حقك. لا استني يا معلم. طب هو حضرتك حراميه؟ حراميه ايه يا استاذ؟ تفهم من بقك. ايه حراميه دي؟ انا ما مديش ايدي في جيب حد ابدا. امال ايه بس؟ لا انا هجامه. الله وهجامه في نادي ايه بقى؟ انا اعرف كل المهاجمات وبتفرج على الكوره النسائيه. لا انا مش هتجمع في فريق كوره. انا اسرق منزل اطفش خزنه كده يعني. تسرقي متحف؟ اسرق متحف. اسرق متحف؟ لو عايز اقتل اعمل ايه؟ تخنق في الاول واد اسمر. يا نهار احمر يا نهار اسود. ما تخلصوني يا جدعان. متحف ايه قبل اللي عايزانا نسرقه؟ ده متحف المجوهرات الملكيه. اصل جدتي عندها عقد هناك ونفسها تلبسه قبل ما تموت. لا حول الله يا رب. لا الف سلامه عليها. بس المتحف ده قبل زمانه تلاقيه دلوقتي يعني بصي لا باش بقى وتلاقيه كله اجهزه انذارات وكلاب حراسه. ده تلاقيه الحكومه مدروزه هناك. مدروزه؟ اكيد مفيش حاجه صعبه على حضرتك. احنا سالنا عليكي وترقصنا. اتقصنا. Whatever. You're the perfect one for this mission.
انت عايزه ايه؟ يعني انت احسن واحده. قصدي يعني انت عمهم في الحرميه. لا اذا كان عمهم بقى وانتوا جايين على السمعه انا ما ارجعكوش ابدا مكسورين الخاطر، بس بصوا من الاخر العمليه دي هتتكلف كتير. اطلبي اللي انت عايزاه، في الفلوس ما يهمكيش خالص. هو ايه اللي اطلبي اللي انت هو انت هتدفع من جيبك؟ وانت مالك انت؟ على فكره انا اللي هدفع. ما انا خايف على فلوسك يا ابني. معلش يا معلمه لازم نتفق، هتاخدي مننا كام؟ بصوا انا والثلاثه واللي بتاع هتاخدوا فاتوره ضريبيه. فاتوره ضريبيه؟ هو انت هتجيب لنا هجامين من سمير وعلي؟ مش عشان راسه ما تيجي تجرد في اخر السنه، ما تقولش ان انا كروتك. خدها بتنفع بتنفع. ماشي ماشي، يبقى كده 20,000 بلبل. البلبل يعني كام بالمصري؟ لا لا مش كتير، 20,000 جنيه دول؟ لا مش كتير. بص يا ابله، احنا بقى لو هنقعد بقى الناد ونفصل من اولها العمليه دي هتتفقر. من الاخر كده العمليه دي فيها ثلاثه، كل واحد هياخد 5,000 جنيه وانا 5,000 زيهم، يبقى كده يا دوبك. وانا اصلا كرمكم عشان انتوا شباب صغننين. طب يا معلمه ما ينفعش ما نجيبش حد خالص وانت اللي تقومي بالمهمه كلها؟ والله وانا بقى مستنياك انت بقى فاتك بقى نور تيجي تقول لي ايه اللي اعمله وايه اللي ما اعملوش. اصلا العمليه دي توبها 4، انا عاملاها لكم بثلاثه عشان خاطركم، يعني انا كرمك من غير ما تيجي تقول لي كريميني. شكرا. طيب انا عندي حل يا معلم، دلوقتي احنا قدامك 4 اهو، ممكن احنا نقوم بالعمليه معاكي والناس دي مش هتاخد فلوس وانا هاخد 3,000 بس. انت عبيط يالا؟ انت عايز نسرة؟ انت مجنون ولا حرامي؟ انت اهبل ياض يعني ولا ايه؟ وبعدين ياض ملك سخننا على السرقه كده. خلاص يا جماعه حقكم عليا، انا غلطان، يلا ادفعوا لها فلوس بقى. مش انت بتقولي في رابع المفروض يجي؟ اه هاتيه يا معلم. خلاص يبقى كده 25,000 جنيه حقك. لا استني يا معلم، هنعمل ايه دلوقتي؟ انا معيش المبلغ ده. اكيد مش هنسرق. ما نسرق يا جماعه ما فيش حاجه. نسرق ازاي؟ ما فيش حل تاني. خلاص خلاص يا معلمه هنعمل معاكي العمليه دي. والله على اساس بقى ان انا سايباكم تتشاوروا كده منكم ببعضيكم وماسكه في ديلكم وبعيط واقول لكم والنبي تعالوا اسرقوا معايا. مين قال لكم اصلا ان انا هرضى بيكم؟ انت حد فيكم سرق قبل كده؟ حد فيكم مسجل؟ انا سجلت انترفيو في التلفزيون قبل كده. انا نفسي افهم انت عايزه مني ايه. سيبك منها يا معلمه، ما تاخديش على كلامها، اوعي بس تكوني يعني فاكراني شباب فرافير وهاتيه والكلام ده. لا يعني اللي قدامك ده خطر جدا اصلا، انا عليا حكم غيابي. والله حكم بايه؟ سرقه تيار كهربا وبيسوق بجنون. ايوه فعلا ده خطر، طلب من الراجل يجيب له بانجو على حشيش اكسلانس سكالانس ده. اذا كان كده ماشي، بس انا عشان اثق فيكم لازم اجربكم عشان احكم عليكم. احكمي علينا ايه؟ احنا هنلعب الشايب؟ انا مش عسر. انا انت بتزعق ليه؟ انا يا معلم منعم، معلم منعم. خلاص خلاصة القول، كل واحد يروح يسرق لي حاجة بخمس تلاف جنيه ويجي. اتفقنا يا معلمة. هو ايه اللي اتفقنا ياض يا هاني؟ هو انت حرامي ياض واحنا ما نعرفش؟ انا مش هسرق معاكم، انتوا شوية حرامية. مش ايه ده؟ تعرف قهوة الحرامية يا ابني. انا اسف انا اسف يا معلم منعم، معلم منعم ما بيردش، التعويذه باظت. خلاص خلاص يا سيف، خليك انت هنا وانا هروح معاهم. لا انت هتسيبوني لوحدي؟ انا هاجي معاكم. نقول تاني اخر كلام، كل واحد هيروح يسرق لي حاجه ب 5,000 جنيه وانا قاعده هنا مستنياكم. نقول معاكم ساعه؟ انا معايا ساعه غاليه قوي. والله طب يا حبيبتي سيبها لي هنا، واي حد معاه بقى موبايل محفظه عربيه يسيبها لي عشان اقدر اتاكد ان ما حدش فيكم هيخون. طيب انا ينفع اديها الموبايل جايز ثانيه واحده، ايه اللي يضمن لي ان انت مش هتاخدي الحاجات وتهربي؟ والله حبيبتي انا ما عنديش ضمانات، انتوا اللي جايين لي لحد عندي. والله عاجبكم الكلام عاجبكم، مش عاجبكم تاخدوا بعضكم وتتكلوا بالسلامه ويبقى متشكرين قوي على شويه الوقت اللي هدرتوه وصدعتونا على الفاضي. اقنعتيني. طيب ينفع اديها الموبايل ومفتاح العربيه والمحفظه؟ انت عرفتها ان معاك موبايل وعربيه ومحفظه، سيبهم يا غبي. ما انا معايا 200 جنيه اهو يا ابني، شفتني اتكلمت؟ طب بص بقى يا كباتن، انت سيب الموبايل والعربيه والمفتاح والمحفظه وفوقهم بقى ال 200 جنيه. بتوعي. بتوعك يا نور. محفظه ايه؟ لو لقيتي فيهم 2 جنيه تقف على وشي. يلا. ادوها كل حاجه يا جماعه، دي امينه جدا. انت تعرفيه منين؟ انا بفهم في الناس يا ابني، انا بقرا الناس. ما تبصليش، مش هديك البونيه بتاعي ده مطرز، خلاص اهو من الحاجه اهي. انا معايا حلق دايموند. والله يا حبيبتي يا ريت تسيبيه. يلا طير. طب احنا هنروح نسرق حاجات ب 5,000 جنيه منين دلوقتي؟ هتروحي، كل واحد مسؤول عن نفسه،
انا مش هشيل مسؤوليه حد. بالظبط كده. يلا بقى كل واحد يشوف سكته ونرجع نتقابل هنا لما نخلص. انا مش بعرف اسرق. انا مش هسرق. نيلي ممكن تاخديني اسرق معاكي؟ خلاص انا وسيف هنسرق مع بعض. ماشي. وانا وهاني هنسرق مع بعض. لا يا ماما انت كده هتقليني. انا لازم ابقى خفيف خفيف. لا يا ضو رجلي على رجلك. هتنفذي اللي اقول لك عليه؟ ماشي اوكي. هاتي بوسه. يلا يا دي تافه. يلا. طب يلا اجري ورايا. شكلهم مجرم جدا وهيكسبونا. انا كوين ان محدش يكسبني. هي دي. هي دي ايه؟ هي دي اللي هنسرقها. تجنن انت هاني؟ عايزنا نسرق بنزينه؟ دي كلها كاميرات واكيد هنتقفش في 3 ثواني. نتقفش ايه يا بنتي؟ انا عامل حسابي كويس. امسكي شيلي ده معاكي. يا لهوي يا لهوي. مسدس. شايل مسدس ليه يا هاني؟ انت هتفضحينا ولا ايه؟ انت شايل سلاح ليه يا هاني؟ هاني انت حرامي يا هاني. صارحني يا هاني. صارحني. انا زي امك يا امي. انا لو حرامي انت هتعرفي على طول. امال ايه ده؟ ده لزوم الامان. مش احنا كنا في منطقه عوا؟ وبعدين ما تخافيش ده مسدس صوت. احنا هنخش هنهوشهم بيه. ندخل عليهم دخل امريكاني ورز ذا فوكن ماني ونجيبهم كلهم على اي جنب. ندخل على الكاشير نقلبه في كل اللي معاه ونهبق على طول. لا الفكره دي وحشه. اقول لك على حاجه. تعالى نطلع على اول الشارع نثبت لنا عيلين ناخد منهم موبايلاتهم تجيب لنا فلوس. موبايلات ايه يا بنتي؟ الحرامي اول حاجه بيتكشف منها الموبايلات اللي معاه. اجهزه امن الدوله بتفضل تتتبع هذا الموبايل الى ان ترصد مكان الحرامي ويهبقوا عليه على طول. انت عرفت الحاجات دي ازاي؟ انت حرامي يا هاني؟ هاني انت حرامي. قولي مش هزعل. قولي يا بنتي. انا مش حرامي بس ناوي. يلا بقى جمدي قلبك كده ومسكي. لا لا لا. طب طب وكاميرات اكيد هتصورنا وهيعرفوا وشنا عادي. يعني انا عامل خطه ما تخرش الميه وهتقف قدامي حكايه الكاميرات دي؟ اقلعي الشراب. لا ليه؟ ايه اللي لا؟ انت لابسه الشراب في كتافك ولا ايه؟ اقلعي يا بنتي الشراب. اقلع الشراب ليه انا؟ انت مجنون؟ عشان نلبسه في وشنا فملامحنا تتكرمش فمحدش يقدر يتعرف على جثتنا. حرام. ده حرام بتاع الكرمش الوش ده. ده حرام. ده حرامي باين. انا حرامي يا شوشو. يلا بقى اقلعي والا فرتك دماغك. طيب بس انا مكسوفه اقلعه هنا. عيب يعني اقلع شراب في الشارع؟ يا بنتي انت داخله تسرقي بنزينه ومكسوفه تقلعي الشراب. يلا يا بنتي. طيب معقوله يا نيلي جايباني هنا نعمل شوبينج؟ شوبينج ايه يا عبيد؟ انا جيت هنا عشان نسرق هدوم. اي حاجه هنا مش اقل من 1000 جنيه. يعني البتاعه دي ب 1000 جنيه؟ دي ب 2000 ونص. دي ب 2000 ونص؟ انت كفره. ركز بقى عشان عندنا ميشن عايزين نخلصها. ايوه هنعمل ايه؟ بص انا هاخد شويه هدوم وادخل بيهم الفيتنج روم كاني هقيسهم وبعدين احط كام بيس في شنطتي ونخرج عادي. واو يا ذكيه يا خارقه الذكاء. ثانك يو. ما هو انت خارجه الحاجات دي هتزمر. ايوه صح. بيكون فيها البزابيزه البيضه الصغيره دي وما بتطلعش غير بالماشين اللي عندهم. طب وبعدين هنعمل ايه؟ انا عندي حل. نقي كل حاجه انت عايزاها وانا هبطل مفعولها. مفعول ايه؟ البزابيز البيضه الصغيره. ما تقفورش. هتبطل مفعولها ازاي من غير ما حد يشوفك؟ في البروفه. والله انت هتدخل بروفه محل حريمي تعمل ايه؟ يا خارق الذكاء. تعالي ورايا وما تقلقيش. سيف انت بتكلم مين هناك؟ مش بقول حاجات مهمة. طب يلا بقى ما تضيعش وقت. يلا تعالى. كله يثبت مكانه. أي حركة كده ولا كده هنفجر دماغكم. كله يرفع ايده فوق. ارجع على ظهرك. ارجع. كله ينزل على ركبه. اخشع منك له. انزل انزل يد على ركبه. يلا انبطحوا. كله إيه؟ تمام يا سوسو؟ ايوه كله تمام. بقول لكم ايه ما تقلقوش. هتطلعوا مؤدبين وتسمعوا الكلام هتخرجوا من هنا سلام. لكن اي واحد فيكم هي الشيطان هي هيفكر له انه كله يثبت مكانه. مالك يا هاني؟ ولا مالك؟ يلا ريحه الشراب هتموتني. انت هتستعبط؟ ما انا غسلاه الاسبوع اللي فات. غسلاه ايه ده؟ ريحته قبر. انت ما بتحطيش دوني على الغسيل ليه؟ بس يلا لم نفسك. عيب. كله يثبت. شوشو النبي ها ناوليني فواحة من اللي هناك. هتعطلني. خد اهي دي. لا بالفانيليا. ماشي استنى. كل ايه ما تتحركيش مكاني. يلا خد خد. تصدق يلا انك اوفر. ده شرابك اللي اوفر. ايه ده؟ تصدق ياض عندك حق. ايه ده؟ ده انا اتخنقت وانا عمال اقول ايه اللي مضايقني.
دي ريحته صعبه قوي. بقول لك ايه يا ابله، ناولين الفواحه اللي جنبك دي بسرعه بسرعه. هيا هيا هنعمل ايه دلوقتي؟ ما تقلقيش انا هتصرف، امني بس على اللي عندك. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامل ايه يا حبيبنا؟ الحمد لله. بقول لك يا بركه، امرني. هتيجي معايا سكه ودغري يبقى امنت نفسك وهتعيش. هتعمل فيها دكر بقى وعنطره، هفرج عليك الناس دي واخليك منظره. لا لا، ولا انطره ولا هرتله ولا اي حاجه، انا اصلا معجب بيك والله. حلو الجو بتاع بوب بويز دوت الام بي سي اكشن ده. كان معاك؟ لا عجبني، هايل هايل هايل. بس كان في الماسك بتاع الجوكر، باتمان، فانديتا، بدل الاليانت اللي انت عامله في نفسك ده. ايوه الحاجات دي غاليه يا معلم، وبعدين الموضوع جه خالص فما كنتش عامل حساب. ما تخلص يا هاني، انت هتصاحبه. حاضر حاضر. بقول لك ايه يالا؟ ايه؟ طلع كل الفلوس اللي في الخزنه وحطها لي في كيس. لا هم مش مستاهلين كيس اصلا. بص يعني هم اصلا اهم، خد اهم. بص كان لسه استفتاح، امسك كده كده 35 جنيه معاك على القفل. لا لا لا، خلي فلوسك في جيبك، انا بقولك طلع لي الفلوس اللي في الخزنه وحطها لي في كيس. انا جاي لك سكه ودغري والله، هم دول انا لسه مستلم اصلا، والمدير جه وخد الفلوس كلها. اه والله. انت هتستعبط يلا ولا ايه؟ ايه يا استعبط دي يا استاذه شوشو؟ مش اخلاق منحرفين؟ ايه يا هاني في ايه؟ ما تقولها على حاجه. ياض ما تكدبش ياض، ده اللي قدامك ده قتال قتله، ده مغتصب اطفال، ده لسه سرق يجي 25 محطه بنزين وفجر 12. اوه بقول لك ايه يا هاني، واحده سيلفي بقى انا وانت والنبي عشان خاطري. معلش مش هينفع بلبس الشغل. واحده سيلفي بعد ما اخلص. بعد ما هي كده مش مصدقاني. وانا طلع الفلوس اللي معايا. انت برضو مش مصدقني؟ طب لف بقى اتفرج. بص لف شوف المكنه بقى، لف. خلاص خلاص. ايه يا عم؟ انا هتصرف. كله يثبت، كله يرفع ايده فوق. بتتفتح ازاي الصرافه دي؟ من الجنب، من الجنب كده في مشبك صغير. ايه ده؟ انتوا حاطين ازاز حاجه ساقعه؟ اصلها عطلانه بقالها يومين وانا مبلغ عشان يجوا يصلحوها، فقلت اعملها ثلاجه يعني كده، يعني اشغل نفسي. ايه يا هاني؟ خلاص تعبنا طلع على فشوش ولا ايه؟ مفيش حاجه هتروح على فشوش، انا مش هخرج من هنا الا معايا 5000 جنيه. عاجبني اصرارك قوي. حضرتك رايح فين؟ داخل جوه. داخل جوه تعمل ايه؟ اصل دي مراتي. ما حضرتك اسيمة؟ هو انا داخل فندق، هناخد بروفتين كونكتد. معلش اصل انا بحب اخد رايه قوي. طب ممكن حضرتك تقيسي وهو يشوف. طب هنعمل ايه دلوقتي بقى يا حبيبي؟ خرج الذكاء انت. هاتي، انا اللي هقيس. حضرتك اللي هتقيس؟ ايوه انا اللي هقيس. احنا من مصر الجديده، ما عندناش ستات تقلع بره. وانت على فكره وقف عدل. حاضر. معلش اصل حمش قوي. انت عارفه بيضربني. مسكتله اصل انا ساعات بحب كده. هاي حبيبي، ايه الاخبار؟ خلصت؟ اه يا حبيبتي كله تمام. ايه رايك كده؟ تحفه. اصل انا بنحس ببعض قوي. طب بقول لك ايه يا حبيبي؟ ايه يا روح؟ اقلع ده وقيس لي التاني بقى. طيب يا حبيبتي. ايه رايك؟ حلو قوي. ممكن اطلب منك طلب؟ ايه؟ ممكن تلف لفه كده بس اتاكد شفاف من ورا ولا لا؟ ثواني كده. اه يا حبيبتي مبين. طب خلاص بقى، مش لازم ابقى البسه هنا، ممكن اخليه للساحل. ساحل مين يا قلة الادب؟ اي بنحس ببعض قوي. خلصتي يا حبيبي؟ اه المقاسات كلها مظبوطة، كله تمام. خش يلا نقي شوفي هتاخدي ايه. اوكي. اه سوري يا حبيبي، الشماعة جت في عينك؟ ولا يهمك. انت مستغربة كده ليه؟ انت جوزك ما بيقسلكيش ولا بيضربك؟ لا. انت اكيد مش من مصر الجديده. ايه
في الحاجة؟ ما انا ما عجبتنيش حاجة بقى فسبتهم كلهم جوه. طب يلا امشي قدامي. يعني يا هانم بتلففيني وراكي ساعتين وما اشتريتيش حاجة؟ اعمل ايه؟ ما هو ما فيش حاجة عجبتني. ابو الجواز على اللي عايزين يتجوزوا. طب ايه رأيك انا ما طبختلكش النهاردة؟ ما ده استفطار. لو سمحت قول واحد يبص قدامه، واحد وبيقضي بمراته. استنى يا ولية. اخرج عادي؟ عيب عليكي، ثقة في الله تعدي. يا نهار اسمه. ثانية واحدة من فضلك، ارمي الحاجات بسرعة. ابني يا تيم. مفيش حاجة، ادي بزباسكم اهي. 1340 1347 1350 1356. يوه انا زهقت بقى يا هاني. بقول لك ايه، لملي كل الحاجه الساعه بس تكون دايت عشان بخسس. شوشو احنا اتكلمنا في الموضوع ده وقلت لك مش عايزك تخسي. يوه يا هاني بقى خلاص، هي كلمه. هيا يا عم الحاج، عملنا كام؟ لحظه واحده كده 2405. ايه ده انتوا رخاص ليه كده؟ بقول لك ايه، اكيد الاكسسوارات بتاعت العربيات دي والميه الغاليه اللي هي في في ان دي. لا خالص، ده عليهم خصم ربع الثمن اليومين دول. استغفر الله العظيم. بقول لك ايه، ايه اغلى حاجه هنا ايه؟ بص عشان انت حبيبي يعني وانا عجبت بيك، عامل معاك واجب. شايف الكاجو اللي هناك ده يا شوشو؟ ب 63 جنيه الكيس. شوشو هاتي كل كيس الكاجو. ماشي يلا. حكومه يا شوشو حكومه. ممكن من فضلك اتنين لاتيه؟ في حاجة ولا ايه؟ لا يا باشا مفيش حاجة. حسبتي يا بابي؟ يا حياتي. يلا بينا حبيبي، شكرا، سلام عليكم. باي. بس حلو حبيبي مقاس الشراب ده اللي بيكون لارج، نفس مقاس السمانة بالظبط. بس انا هجيب الاسود ده عشان يبقى لايق على دقني. صح، يبقى احلى. طبعا. أوكي. البسي الجزمة يروح عشان ما ناخدش برد. يلا حبيبي. يلا. باشا دول كانوا حرامية عايزين يسرقوا لها باشا. وسط! كانوا وسط! تعالي تعالي شوشو! أنا مش مصدقة الفشل بتاعك بجد. هنقول إيه للبنت دلوقتي؟ معرفناش نسرق حاجة؟ هو أنا عشان ما سرقتش أبقى فاشل؟ أنا مش حرامي. يعني أنا اللي حرامية؟ بس أنا على الأقل لما بيتطلب مني حاجة بعملها. يعني إيه؟ لازم أبقى حرامي يعني عشان تعجبي بيا؟ أنا هأعجب بيك ليه أصلاً دلوقتي؟ أنتِ بتقولي كلام يقفل القرد، إيه ده؟ العربية بتاعتي كانت هنا. لو سمحت أنا كنت سايب العربية بتاعتي هنا. حضرتك بتضحك عليا، أنا مش نجاح الموجي. وسع يا سيف. يا لو سمحت، كان في واحدة قاعدة جوه معاها موبايلي، محفظتي، a lot of stuff بتاعنا يعني. كانت مليانة كده ولابسة ايس كاب. بالظبط. ما أخدت العربية ومشيت. طب ما تقول من الأول يعني بتضحك على إيه؟ خلاص يا سيف، شوف لنا كافيه بقى نقعد نستناها فيه. شوف لنا قهوة يا سيف. هو بيضحك على ايه ده؟ بيضحك عشان الست نصبت علينا، الست البومبي سرقتنا. قعدت تقولي لي اصل انا ابص في عين الناس بفهم بيقولوا ايه. منك لله، كل ما امشي وراكي بستاهل ضرب الجزمة اني مشيت وراكي. سيف بتبقى معصب قوي لما بتأفور كده. خلاص انا هتصرف. يا لو سمحت، فين المعلم منعم؟ عشان محتاجة اعمل كومبلين على اللي حصل. المعلم منعم راح مشوار وجاي، لو عايزه تعملي كومبليكن في اي ركن مش هنا. كومبلين؟ ليه؟ طلبتي اوردر ديليفري وتاخر عليكي ولا البطاطس الكريسبي اللي بتحبيها ما جاتش؟ افهمي، احنا اتسرقنا، هتشتكي لمين هنا؟ عايز تشتكي لمين؟ احنا في وسط عالم نور وحراميه. ولا حسبي كده مزمزل؟ انت بتتكلم على مين يا؟ مش انت طبعا خالص. بقول لك انا مش مستريح لك وشكلي كده هعملها معاك وعهد الله. لا 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 لا. سيف يلا بسرعه. حاضر جاي لك اهو. معلش بس مع الجماعه جم، ان شاء الله تتعور المره الجايه باذن الله. لا 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 انا مش همشي من هنا. نديني المعلم منعم لو سمحت، في خلل عندكم في السيستم بتاعك. انت وششتم وتقول سيستم ايه؟ لا ما بتقول يعني انت سكت في سيستم وسبت خلل. انا بتكلم بجد، لو فضلنا ساكتين على البلد مش هتتصلح يا سيف. اجري بقول لك. اقف هنا. في ايه يا ابني؟ اقف بقول لك يا هاني. نزلني هنا، نزلني هنا. في ايه يا عم سيب بتتعصب كده ليه؟ ايه اللي فيه ايه؟ مركبنا عربيه مسروقه عشان تقول لي فيه ايه؟
بسم الله عليك. وانت يالا اللي جاي من معرض الكتاب؟ ما انت كنت بتسرق. ايوه الست قالت لي اسرح جاب ب 5000 جنيه، مش عربيه تمنها 100,000 جنيه. يعني ربنا كرمني اقول له لا؟ ربنا كرمك انت حرامي يالا. ولا ما خلاص بقى. خلاص بقى يا جماعه، دي مش مشكلتنا اصلا. دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ انا عندي فكره ممكن تنفع. قولي. اللي حضر العفريت يصرفه. بطلوا بقى شغل الدجل والشعوته بتاعكوا ده. عفريت ايه يا حبيبتي اللي هنجيبه يسرق لنا؟ انت عبيطه، انت هبله يا بنت. انت فهمتي ايه؟ انا اقصد ان احنا نكلم خالتي هي اللي تحل لنا المشكله دي، لان هي السبب وعكتنا العكه دي. طب ما نجيب حرامي تاني اسهل يسرق لنا المتحف وخلاص. تصدقي فكره والله. انت بتقولي ايه انت وهي؟ ما انتوا مش مضرين في حاجه. انا اللي عربيتي اتسرقت وكل حاجتي اتسرقت. سيف، انا ساعتي اتسرقت، الحلقه الدايموند بتاعي اتسرق، محفظتي اتسرقت، حتى نضارتي اللي كانت في عربيتك اتسرقت. انت بس عربيتك هي اللي راحت. انت عايزه تفرسيني؟ انا ما شفتش في برودك، انت بارده برود، انا ما شفتهاش. اسود ايه ده؟ بوليس ده. يلا نهرب. اهرب منين؟ اقف يا متخلف، ما تهربش كده، موقفنا في القضيه هيبقى زفت. اقف، هيعتبروك شاهد مالك. مالك مين يا ابني انت؟ لو مسكوني هيعدموني. لو مسكوني يعدموك ليه؟ وانت كنت بتختصم التاكسي؟ صدقني انا على اي قواضي تانيه. انا مش عايزه تسجل. لازم نسلم نفسنا، لازم نسلم نفسنا. انزل على ركبكم. طب يعني لو عملت كده مش هياخدوني؟ لا هياخدونا، بس موقفنا يبقى احسن. لا مش عايزه، مش عايزه اروح السجن والله بجد، مش عايزه اروح السجن. ده كان اسعاف؟ اه. انت متخلف وحيوان. انا ما استفدتش منك اي حاجه غير ان بنطلوني اتوسخ. ما هو سرنت الاسعاف زي سرنت البوليس، المفروض يميزوهم. الاثنين بيعملوا يلا. انت تفهم يلا. الاثنين بيعملوا ويوا ويوا. خلف. ما هي هي. يلا يا جماعه اعزمكم على عصير بمناسبه التاكسي الجديد. لا لا راح فين؟ راح فين اللي راح فين؟ لا اركب بقى دوبر او كريم دوت، هيجولك هيجولك. مش هينفع تسيبوني. لا هيجولك. العربيه مسروقه والله. معلش هاني بخاف جدا. خدني معاك يا هاني. انا هركب. مسروقه مسروقه. اه يا شويه هفيات، ما عرفتش اربي بقى حته بنت زيجي تقلبكوا وتخلع. مش انت اللي بعتينا للسبوت ده بتاع الحراميه؟ كنت عايزاهم يعملوا فينا ايه؟ سرقونا طبعا. والجوز الخيل اللي كانوا معاكوا ما عملوش حاجه ولا هم رجاله بطايق بس؟ لا يا خالتي هم بطايق بس. والبيت اللي علمت عليكوا دي كان شكلها ايه؟ تخينه كده. تخينه كده؟ لا هي مش تخينه، هي مكوره. طويله ولا قصيره؟ قصيره. مدوره ومكعوره وقصيره. اه وبتتكلم زي البت اللي كانت بتتكلم في فيلم الفرح. ايوه بالظبط يا خالتي، ولونها موف كده. خلاص عرفتها، هي مفيش غير فتحي. لا هي بنت مش ولد. ما انا عارفه انها بنت. انت تعرفيها بجد يا خالتي؟ ده نعرف امها. يا ام فتحي، انت يا وليا يا ام فتحي، اطلعي يا اختي اتدلدلي وردي عليا بدل ما بعزع كرامتك في الحارة كلها. مين؟ ست صباح؟ يا أهلا وسهلا. لا أهلا ولا سهلا، فين الجاموسة اللي شبه البقرة بنتي؟ وإيه لازمته الغلط ده يا ست صباح؟ استني بس، هو أنتوا لسه شفتوا غلط؟ قولي للجاموسة اللي عندك دي تنزل بدل ما اطلع لها مدي إيديا في كرشها أطلعها من زورها وقلبها لك كده اهو زي الشراب. خالتك جامده بس. امال على العموم هي مش هنا. خرجت. خرجت راحت فين يا ولية؟ معرفش خرجت. وانت هتعرفي عن بنتك حاجه وانت شكلك كده؟ خش تنيلي، خش جوه. عربيتي. يا لله يا ربي. انزلي من العربيه يا حراميه. انزل يا بت. ايه يا جماعه انتوا فين؟ معقوله كل ده عمال ادور عليكوا؟ بتدوري علينا ليه يا فتحي؟ عشان تقلعينا هدومنا وتسرقينا؟ حد الله، ده انا قلت بس اروح مشوار على ما تخلصوا وتجولي. طب وبتاخدي العربيه معاكي ليه؟ شبتت فيكي؟ يعني الحق عليا، لقيتها واقفه قلت البطاريه هتنام، قلت اسخنها لكم. والله فين الحاجه يا بت حراميه؟ حاجه حاجه ايه؟ انت هتستعبطي رحمك؟ ما تطلعي الحاجه بدل ما اعمل معاكي زي ما عملت مع السيد عظمه. فاكراه؟ فاكراه الا سيد عظمه. استني يلا خلاصي.
اولا انت جامده جدا. ميرسي يا عملتي ايه بقى مع سيد عظمة؟ لا لما تكبري بقى هبقى اقول لك. ابعدي ورا. خد يا ست الحاجه بتاعتكم. ايه كامله؟ كامله. خد شوف الحاجه دي لتكون ناقصه حاجه عشان اخلص عليه. ناقصه؟ مفيش حاجه تنقص معايا. فين الحلقه بتاعي؟ حلقه ايه؟ الحلقه الدايموند اللي انت لابساه. اطلعي بنت من الحلقه. يوه خد يا ست. كنت اروح بقى فنت كلنا حرمية في الخير. مسك هات يا اختي. خد يا حبيبتي. تمام كده؟ ثانك يو. ها خلاص كله تمام. وايه اللي تممه يا روح امك؟ انت فاكراها هتعدي كده بالسهل؟ ده انت بتحلمي يا ست. صباح عليا الطلاق بالثلاثه. ما كنت اعرف ان هم تبعي. وبعدين خلاص بقى انتوا يعني مش جايبيني من مشيخه الازهر، انتوا جايبيني من قهوه الحراميه. طب يا اختي ما ترتيش كتير في الكلام. اديك عرفش ما تبقيش تعمليها تاني. دول تبعي. ماشي حاضر. بس والنعمه ما انت باشه وانت زعلان لازم اصب عليك. طب هتولعي على طول ولا لسه هترولي؟ انتوا لسه هتولعوا وترولوا. يلا يا خالتي عايزين نروح. ايه يا بنت خدي نفسين بس عدل دماغي على الصبح. خلاص مفيش مشكله نعوضها المره الجايه ان شاء الله. والمصلحه بتاعتكم اعتبرها مقضيه. والله نجيلك مره كمان عشان تسرقينا تاني. فين اخلاق الحرام الشريف؟ فين اخلاق الحرام المصري الاصيل؟ خلاص بقى يا كابتن انت هتقعد تقتتني. قلتلكوا والمصحف ما كنتش اعرف انكم تبع الست صباح. وبعدين خلاص المره الجايه اي دقه نقص مني هي عارفه اولي ايه واخري ايه. هتجبني على طول من قفاه. دي كانت صاحبه امك ده هفك شتوه. ما خلاص بقى يا روح امك انت هتقعدي تسيحي لي. يا جماعه اهم حاجه نشوف مصلحتنا. احنا ناخد منها اللي احنا عايزينه وبعد كده نرميها رميه الكلاب. اه معاك حق. وما تقلقوش منها انا عارفه ديت. طول عمر كلامك الماس. خلاص يبقى احنا كده اتفقنا. تقول الصبح ان شاء الله على القهوه نقضي المصلحه. لا صبح ايه؟ بقول لكم ايه، اتكلوا انتوا على الله. مع السلامه. اطلعي بنت حضري الولع وخلي امك تحضر الفطار. وقولي لها ما تنساش البيت. عينيا الشقه هتنور. يلا سلام. انا مش عارف اشكرك ازاي عشان قدرت ترجعي العربيه بتاعتي يا خالته صباح. يا روح خالتك صباح مش عارف يا اخويا تشكرني ازاي. طب لما تعرف بقى قول لي. سلام بقى حبيبتي يا خالته. يلا يا عندليب. خالتك دي ارجل من خالي. يعني هم راحوا قهوه الحرميه عشان يسرقوا العقد؟ مظبوط سعادتك. اه طب وتفتكر هذا ضاحي انهم هيعرفوا يسرقوا العقد من المتحف ده؟ الله. واحنا نخليهم يسرقوه ليه؟ ما نسرقوه احنا الاول. واحنا نتعب نفسنا ليه؟ ما نسيبه هم يسرقوه وبعدين احنا ناخد العقد. يعني تقصد هم يسرقوه بعد كده احنا نسرقه منهم؟ ما انا قلت ايه؟ مظبوط يا ضاحي. الله عليك يا ابو المفهوميه، يا ابو دماغ تتاهل بالدهب، يا ريس ابو الدهب. عجبت سعادتك؟ حلوه. هقولها لك تاني، يا ابو دماغ تتاهل بالدهب، يا ريس ابو الدهب. خلاص بقى ما ترخمش بقى، ما انت قلتها قلت لك حلو. هنقعد طول الليل؟ انا اسف يا ملك. عايز عينك عليهم على طول، واي حاجه تحصل تيجي تبلغها لي. حاضر حاضر سعادتك.